شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم من خلال استقبالهم بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن المختلفة، وحرصت الوزارة على الاحتفاء بهم وتنظيم زيارات لهم بدور رعاية الأيتام، بالإضافة لتقديم هدايا ودعمهم معنويا، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لهم طوال العام. يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من نهاردة الاختلاف، إن بقى مسمع لصوت، إن أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات، ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. في انتلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها في كل ركن منها، تلقى ليا في مكان. طبعا الولاد مبسوطه جدا، طبعا اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبه للولاد، بيحسوا ان في حد بيسال عليهم، وطبعا وزاره الداخليه طبعا يعني مش بتاثر في الموضوع ده خالص بالنسبه لهم، هم متواجدين معاهم على طول، سواء يوم اليتيم او غير يوم اليتيم هم متواجدين معاهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزاره للاطفال الايتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وانما على مدار العام باستقبالهم في أندية الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة، وبزيارتهم في دور رعايتهم وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها وإجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطبي على الأولاد، على مجموعه من الاولاد، مجموعه كبيره، وصرفوا بيهم وصرفوا لنا الادويه اللازمه برضو للاولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وامنها، فخر اني منها، ام سندى ابنها، والقياده كلنا حن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للايتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار. احتفالات كبيرة أقامتها وزارة الداخلية بيوم اليتيم. القطاعات الشرطية ومديريات الأمن استقبلت الأيتام بأندية الشرطة، وكذا نظمت زيارات لدور رعاية الأيتام بخاصة لذوي الهمم، بتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للأيتام ليس في يوم اليتيم فقط، ولكن على مدار العام. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.